بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثالث الإعدادي، النهاردة مع تاني درس من دروس النحو اللي هو بعنوان البدل. إيه يا ولادي البدل ده؟ البدل ده تعريفه لذيذ جدا جدا جدا، وركز في كل كلمة فيه. قال لك هو التابع، تعريفه هو التابع المقصود بالكلام الذي يأتي بعد متبوع غير المقصود بالكلام. طب جاي ليه؟ هل يوضحه ويزول غموضه وإبهامه ويصح أن يحل محله بعد حذفه؟ مش فاهم. تعال نجيب مثال بسيط جدا. لو قلنا حصل العالم أحمد زويل على جائزة نوبل، إيه الكلمة اللي ممكن تشيلها من الكلام وما تختلش المعنى؟ أكيد ممكن أشيل كلمة العالم، لأنك تقصد مين بالكلام؟ أقصد أحمد زويل، يبقى البدل بتاعك هو ده المقصود بالكلام اللي هو أحمد، يبقى يمكن حذف المدة منه فنقول حصل أحمد زويل على جائزة نوبل. بس في الحالة دي يا بطل للأسف الشديد مش هيكون عندك بدل، لأن عشان يكون عندك بدل لازم يكون عندك فيه حاجة اسمها مبدل منه. اليوم زي ما بقول لحضرتك ده إيه؟ ده تابع، وأي تابع في الدنيا بيحتاج حاجة قدامه اسمها متبوع. ونتعرض دلوقتي حالا لعائلة التوابع اللي انت خدتها قبل كده، ونضيف الراجل ده هو ليها اللي هو البدل، ونختم الآية ديت مفيش غير الأربعة اللي نتكلم عنهم إن شاء الله. تعال نجيب مثال كمان كده، وأحب شرح المعلم محمد. طيب دلوقتي انت ممكن تشيل منه ما يختلش المعنى، ممكن تشيل كلمة المعلم لأنك تقصد محمد، إن عندك مليون ألف معلم، أنت بتحدد محمد أيا كان بقى مين محمد، المهم إن أنت محمد اللي ببالك ده، أيا بقى محمد فلان، محمد علان، محمد. فعشان كده نقصد مين يا أولاد؟ نقصد محمد ونقصدش طبعا كلمة المعلم، وبالتالي يبقى المعلم ده هو المبدل منه ومحمد هي البدل. طيب إحنا قلنا يا جماعة هو التابع، يعني تابع أولاد؟ كلمة تابع دي يعني يتبع ما قبله في الإعراب، يتبع ما قبله في يا شباب في الإعراب، رفعا ونصبا وجرا. طب إيه اللي أنت خدته قبل كده تابع في الإعراب؟ تعال نعد مع بعضنا. مش أنت خدت النعت قبل كده؟ كان لازم يسبق بحاجة اسمها منعوت، وكان النعت بيتبع المنعوت في الإعراب. طيب عندك التوكيد، كان لازم يسبق بمؤكد، وكان لازم التوكيد يتبع المؤكد برضه في الإعراب. والمعطوف كمان كان لازم يسبق بحاجة اسمها معطوف عليه، والمعطوف كنا بنقول معطوف مرفوع أو منصوب أو مجرور حسب طبعا المعطوف عليه. وأخيرا تعال نضيف لهم البدل، وده الرابع في العيلة، ويبقى عندك البدل ده آخر التوابع اللي ممكن تاخدها في حياتك، ولازم يسبق بحاجة اسمها مبدل منهم. طب المنعوت بقى والمؤكد والمعطوف عليه والمبدل منه أولاد ده بيسموه متبوع، والمتبوع زي ما حضرتك عارف يعرب دايما حسب مقاف الجملة، وبناء عليه كنا بنقول نعت مرفوع أو منصوب أو مجرور حسب المنعوت. نفس الكلام في التوكيد، نفس الكلام في المعطوف، وأخيرا بنقول لك نفس الكلام في البدل. ما تقدرش تقول بدل مرفوع أو منصوب أو مجرور إلا إذا كان المبدل منه اللي قدامه على طول مرفوع أو منصوب أو مجرور. البدل الحقيقة أنواع كتيرة جدا، لكن أنت عليك ثلاثة بس. أول حاجة حاجة اسمها البدل المطابق، أو ممكن تسميه اسم تاني لذيذ جدا، ممكن تسميه اسم الدلع بتاعه، بدل كل من كل، بدل مطابق كل من كل، بدل مطابق كل من كل. طب والتاني بعض من كل، طب والتاني بعض من كل، أما التالت اشتمال، أما التالت يا شباب اشتمال. طب نبدأ بالأولاني كده، وده اللي هنتكلم عنه بس النهاردة إن شاء الله، اللي هو البدل مطابق أو بدل كل من كل. ليه سموه بدل مطابق يا جماعة؟ أو ليه سموه كل من كل؟ قال لك لأن فيه يتطابق البدل والمبدل منه ويتساويان في المعنى والدلالة، ويأخذ البدل إعراب المبدل منه. ما احنا اتفقنا أنه تابع رفعا ونصبا وجرا. وفي علامة لذيذة جدا علمها بيها، لما تحذف المبدل منه لا يختل المعنى، لما نشيل المبدل منه لا يختل المعنى. وفي الحقيقة البدل المطابق بيجي لك على أشكال كتيرة جدا جدا جدا. تعال نجيب أول شكل يا أولاد. قال لك هيجي لك مثلا لقب بعديه علم، اللقب ده اسمه المبدل منه، والعلم بتاعك اللي هو اسم الإنسان أو البدل أو البلد ده هو البدل بتاعك اللي بنسميه بدل مطابق.
طب تعالى مثال، قرات عن الفاروق عمر، تقصد مين؟ اقصد عمر، يبقى هو ده البدل. فين اللقب بتاع اللي هو الفاروق؟ طب مش الفاروق هو عمر يا اولاد، وعمر هو الفاروق، هو الفاروق، يعني نفس المعنى، عشان كده سميناه بدل مطابق او بدل كل من كل. طب الفاروق تعرف ايه؟ طب بما انها المبدل منه بنعربها حسب مقع في الجمله، هتعربها طبعا هنا اسم مجرور بعن وعلامه جر الكسره، وبناء عليه عمر ده هيبقى البدل اولاد، ونجربه نقول بدل مجرور وعلامه جره بس هيبقى علامه جره الفتحه، والكلام ده تعرفه ان شاء الله لما تاخدوا منه صرف. المهم دلوقتي اعرف ان عمر هنا بدل مجرور لان المبدل منه كان مجرور. الشكل الثاني يا اولاد، ان يجي لك مهنه او حرفه بعدها علم بتديك برضه بدل مطابق، البدل بيكون هو العلم اكيد، والحرفه او المهنه هي المبدل منه، يبقى البدل هيكون هو العلم والمبدأ منها ولاده هو البدل المطابق. تعال نجيب مثال، اما نقول كده يعجبني الطبيب مجد يعقوب، فين المبدأ منه؟ اكيد يا مستر الطبيب. طب نعربه، ها ركز كده، هنعربه مفعول به ولا فاعل؟ هنعربه فاعل. يا مستر ازاي ده، انا بقول ماذا يعجبني، انت كده بتقول غلط، انت المفروض تقول مين اللي هيعجبني، من ده بيديك فاعل، واعرف كده. شفت الملحوظه المهمه دي يا اولاد؟ قلت لك ايه؟ ياء المتكلم مع الفعل دايما تعرب مفعول به، يا المتكلم مع الفعل دايما تعرب مفعول به. يجي بعد كده بقى الفاعل اللي هو الطبيب، هيبقى الفاعل وبناء عليه مجد دي يا اولاد هتبقى بدل مطابق مرفوع وعلامه رفعه الضمه، بس الضمه الايه؟ المقدره. طيب استعنت بالفلاح منتصر لمعرفه انواع المحاصيل الشتويه، المبدأ منه اكيد الفلاح، دي حرفته. طب اعربها، يبقى حرف جر، الفلاح اسم مجرور على مجرور كسره، يبقى منتصر ده البدل المطابق، وبناء عليه يا اولاد هتعربه بدل مطابق مجرور. وفي حاجه جميله جدا بتقول لك كلمه الامام، الخليفه، الملك، الحاكم، المعلم، المدير، الطالب، النبي، الرئيس، الوزير، كل ده اولاد مهن. طيب بيقول لي الخليفه عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين، المبدل منه، برافو عليك، سامعك بتقول الخليفه، برافو. طب والبدل عمر، طب الخليفه مبتدا، يبقى عمر بدل مطابق اولاد مرفوع. الشكل الثالث من اشكال بدل مطابق، ان يجي لك كنيه بعدها علم، العلم ده اولاد هو البدل المطابق، والكنيه دي هي المبدل منه، لكن تحديدا الجزء الاول منها. طب ليه؟ قال لك اصل الكنيه دي عباره عن اسم مركب من جزئين، الجزء الاول لازم تكون كلمه اب او ام او ابن او بنت او اخ او اخو او اخت، والجزء الثاني دايما مضاف اليه، وبعد كده يجي لك العالم اللي انت بتقول عليه هو البدل. طب تعال نشوف كده مثال، قرات عن ام المؤمنين خديجه، المبدا منه ام المؤمنين، تحديدا كلمه ام لان المؤمنين مضاف اليه دايما، يبقى خديجه هتبقى بدل مطابق مجرور. طب ليه؟ لان عن حرف جر، ام اسم مجرور، المؤمنين مضاف اليه مجرور، وبما ان ام اسم مجرور ودي المبدا منه يبقى خديجه بدل مطابق اولاد مجرور. طيب قرات عن ابي بكر عبد الله بن ابي قحافه، البدل عبد الله. طيب والمبدل منه؟ اكيد ابي بكر تحديدا ابي. طب ابي اسم مجرور بعن وعلامه جر الياء من الاسماء الخمسه، بكر مضاف اليه دايما الجزء الثاني في الكنيه على طول مضاف اليه يا اولاد، يبقى عبد هنا طبعا بدل مطابق مجرور ولفظ الجلاله مضاف اليه. طب في ملحوظه جميله بتقول لك الكنيه اذا سبقت بلقب فان الكنيه تقوم مقام العلم هنا، يعني على سبيل المثال لما قلت مثلا كده أحب الصديقة أبا بكر، الصديق ده لقب ليه؟ طب أبا بكر ده أصلا ما هي كنية بس ما فيش غيرها موجودة، يبقى بتقوم بمقام العالم هنا، يعني هي البدل. طب المبدأ منه الصديق، الصديق تعرب إيه؟ أحب أنا، ماذا أحب؟ أحب الصديق، الصديق تعرب مفعول به، يبقى البدل كلمة أبا تعرب بدل مطابق من صوت نصبه الإيه يا شباب؟ برافو عليك، الألف، لانه طبعا من الاسماء الخمسه بكر المضاف اليه. طب ابو بكر الصديق عبد الله بن ابي قحافه او الخلفاء الراشدين، المبدل منه ابو بكر تحديدا كلمه ابو، البدل طبعا عبد الله. طيب ابو كانت مبتدا يبقى عبده هنا طبعا بدل مطابق مرفوع والله لفظ الجلاله مضاف اليه. الشكل الرابع مهم جدا 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 يا اولاد، يجي لك اسم معرف قال خلاص كده بعده اسم انسان او بلد مباشره، فان اسم الانسان والبلد يعرب على طول بدل، والمعرب بل هو المبدل منه. على سبيل المثال العادل عمر بن الخطاب لم يظلم احدا، المبدل منه اكيد العادل. طب والبدل عمر، طب اعرب، يعرب العادل مبتدا يبقى عمر يا اولاد بدل مطابق مرفوع. طب العالم زويل، وعالم مصري شهير،
المبدل منه العالم والبدل زوي اعربوا اكيد بدل مطابق برضو مرفوع. طيب اسم معرب بالاضافه مباشره بعد اسم انسان او بلد يديك بدل مطابق. طب تعالى نجيب كده مثال، كرمت الدولة حافظ القرآن محمد الشناوي لإجادته في قراءة القرآن الكريم، البدل طبعا يا أولاد أكيد طبعا حافظ، أكيد طبعا محمد، طبعا اعربوا. طب تعال نشوف هجامل الأول إزاي، كرمت الدولة، الدولة فاعل، ماذا كرمت؟ حافظ القرآن، حافظ هنا مفعول به، القرآن مضاف إليه، محمد بدل من كلمة حافظ يا أولاد خلي بالك، يبقى بدل مطابق منصوب. صديقي محمد مخلص كلمة فيها ضمير هي، واخد بالك معرفة بالإضافة، يبقى المبدل منه صديقي والبدل محمد. طب شوف الشرطة كده جنبها بيقول لك إيه؟ وطننا مصر، المبدل منه وطننا عشان كلمة فيها ضمير معرفة بالإضافة، وبعدها العالم اللي هو مصر، كل الأعلام دي يا أولاد وأنت مغمض عينك هتبقى البدل. طب صديقي كانت مبتدأ، يبقى محمد بدل مطابق مرفوع، وطننا مبتدأ، مصر بدل مطابق مرفوع. طيب النقطة اللي جاية دي مهمة جدا 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 جدا، اسم إشارة بعده معرب بقال، معرب بقال بس مش معرب بالعالمية، معرب بقال بشرط مهم جدا أن يكون الاسم المعرب بقال يا أولاد مشارا إليه. أعرفها إزاي يا مستر؟ الموضوع بسيط جدا، تقدر تشيل اسم الإشارة ولا يختل المعنى، كده يبقى مشار إليه. طب يختل المعنى يبقى مستحيل تكون بدل، تعال نشوف. قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، فين اسم الإشارة؟ ذلك يبقى بدل مبدل منه. طيب فين البدل؟ أكيد الكتاب عشان معرب بقال. طيب ذلك هنا مبتدأ، اسم إشارة ما فعرفه مبتدأ، والمعرب بقال هو الكتاب، هيبقى بدل مطابق مرفوع. إيه الدليل؟ خب يلا ذلك الكتاب لا ريب فيه، فهم؟ يبقى طبعا هنا الكتاب مشار إليه وبناء عليه بدل. طب بص كده النقطة الثانية بيقول لك وتلك الأيام نداولها بين الناس، شيل كده تلك يا بطل، الايام نداولها بين الناس، فهمت، برافو عليك، يبقى طبعا بدل، يبقى البدل الايام، اعربه بدل مطابق مرفوع، المبدل منه كلمه تلك اعربها اسم اشاره مبني في محل رفع يا اولاد مبتدا. طيب بقول ان هذا الطالب مجتهد، البدل اكيد برضو الطالب، اعربه اي بدل مطابق منصوب، المبدل منه هذا اعربها اسم إشارة مبني في محل نصب اسم إن. طيب إيه الدليل إنها بدل؟ شيل اسم إشارة كده، إن الطالب مجتهد ما اختلش المعنى ولا حاجة. طب ركز بقى، ركز قوي، بيقول لك الامتحان سهل وشهد على ذلك الطلاب. طب عندي ذلك اسم إشارة والطلاب معرب قال، ينفع عليها بدل؟ هنجرب الأول، تعال نشيل ذلك كده، ينفع نقول الامتحان سهل يا أولاد وشهد على الطلاب؟ ما ينفعش، يبقى مستحيل تكون بدل. طب رتب كلامك كده، الامتحان سهل وشهد الطلاب على ذلك، الطلاب هتعرف فعل مترفع الضمه. طب سهل المعلم وتلك الاجابه، نقطه، تلك الاجابه واضحه ايها الطلاب، تلك اسم اشاره والاجابه معرب بقال. طيب تلك الثاني اسم اشاره والاجابه معرب بقال، تعال نشوف كده، شيل تلك، سهل المعلم والاجابه، ما ينفعش، يبقى مستحيل تكون بدل. طب هتعرف ايه يا مصر؟ تلك يا ولاد اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدا، ده في المثال الأول، والإجابة خبر مرفوع رفع الضم. طب شيل تلك في المثال الثاني كده، الإجابة واضحة أيها الطلاب فهمنا، يبقى الإجابة الثانية بدل مطابق مرفوع. طيب في ملحوظة مهمة جدا يا ولاد، يقول لك إذا دخلت أداة النداء على اسم الإشارة فإن الاسم المعرب بقال بعد اسم الإشارة هنا وأنت مغمض عينك نعت مرفوع بس، ما ينفعش تقول بدل. يعني بيقول يا هذا الطالب اجتهد، يا هذا الطالب اجتهد، وانت مغمض عينك هتقول الطالب والطالبه نعت مرفوع. ايه الدليل؟ تعال نشيل اسم اشاره كده، ينفع اقول يا الطالب يا الطالبه؟ لا يا موسى ما ينفعش، يبقى ما تقدرش تقول عليها بدل. يا موسى ده فاعل فلان بعد اسم الاشاره، بس انا نفيت لك الجمله دي لما قلت لك بس بشرط ما تخش عليها اداه نداء، وبشرط لما نشيل اسم الاشاره لا يختل المعنى. طب لو دخل اداه النداء يبقى المعرب بل بعدها وانت مغمض عينك اعربه على طول نعت مرفوع. طيب بقول هذا المعلم مجتهد، المبدل منه طبعا اكيد يا اولاد هذا، والبدل المعلم اعربه بدل مطابق مرفوع. الشكل اللي بعد كده بيقول لك توضيح بعد اجمال مبدوء بنفس كلمه الاجمال، التوضيح بيكون هو البدل والاجمال هو المبدل منه، مش فاهم. تعال بص المثال كده يا اولاد، بيقول لك قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم،
طب المعنى تم اهو، بس محتاج شويه توضيح. قال لك ايه؟ صراط الذين انعمت عليهم. صراط الثانيه يا اولاد بدل من صراط الاولانيه، بس بشرط لازم المعنى يتم الاول وبعد كده اجيب الايه البدل. طب تعال نجيب المثال اثنين، يقول لك لابد ان نهتم بالبناء. افهمت بس المعنى مش واضح، وضح لك. قمت فوضحت قلت بناء الدوله، بناء الثانيه هي البدل، والبناء الاولانيه هي المبدل منه. طب الاولانيه كانت اسم مجرور، يبقى بناء الثانيه بدل مطابق او لا مجرور. طيب الاسم المعرب قاله ده اخر شكل بعد ايها او ايتها، وانت مغمض كنا بنعربه نعت مرفوع بدل مرفوع، صح؟ قلت لك لما يكون مشتق عربه نعت مرفوع، لما يكون جامد عربه بدل مرفوع. وانا النهارده اقول باكد لك على الكلام ده، هتقول لي طب انا اعرف ازاي الاسم جامد؟ هقول لك مش هتقدر تجيب منه الفعل. مثلا قوله تعالى يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه، ادي ايتها جت، وده النفس فعل فلان، تقدر تجيب الفعل بتاع النفس؟ لا مش قادر، يبقى بدل مطابق طبعا هنا اولاد مرفوع. طيب ملحوظه اخيره يا جماعه في الدرس ده، يقول لك البدل المطابق لما تديله مقص، يعني ايه تديله مقص؟ يعني تقدمه على المبدل منه. المبدل منه وانت مغمض عينك يا رب نعم. قرات عن الصادق محمد، طبعا الصادق هنا اللقب ومحمد هنا بدل مطابق مجرور. طب تعالى ادي لها مقص كده، قرات عن محمد الصادق، هتلاقي محمد معرفه والصادق معرفه، محمد مذكر والصادق مذكر، محمد مفرد والصادق مفرد، فاضل اعراب محمد مجرور، يبقى صادق مجرور وصفت يديك نعت مجرور. وخدها قاعده كده، بدل مطابق اذا تقدم على المبدا منه ما عادش في بدل خلاص، لكن المبدا منه بطل لما يرجع وراه وانت مغمض عينك يعربه نعت. وبكده انتهينا يا جماعه من الدرس بتاعنا، ان شاء الله الى اللقاء في الجزء الثاني باذن الله من الدرس بتاعنا. استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع.